للمزيد أيضا ومن بيروت تنضم إلينا سوسن مهنا الكاتبة والباحثة السياسية. سيدة سوسن أهلا وسهلا بحضرتك، كيف تدير حكومة تصريف الأعمال كل موجات التسخين الجارية؟ والرئيس ميقاتي كان له حديث يقول إن لبنان داعم كامل للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة، لكنه لا يرغب في أن يكون جزءا من دائرة الصراع في هذه المرحلة. مساء الخير. طبعا بالنسبة للسلطات اللبنانية والرأي الرسمي اللبناني هو لا يريد أن يدخل الحرب، ولكن نحن نرى التوترات على الحدود اللبنانية بين لبنان وإسرائيل. من يقوم بالمبادرة أو من يقصف الأراضي الإسرائيلية هم جماعة حزب الله والفصائل الفلسطينية المتواجدة على الأراضي اللبنانية. بالنسبة للدولة اللبنانية نحن نعلم أن هناك فراغ رئاسي، الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ويعني موضوع قرار للأسف الشديد موضوع قرار الحرب أو السلم هو بيد حزب الله، والكل والجميع ينتظر كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله الليلة. يعني أما بالنسبة للتصعيدات يلي عم نراها، لكن الحزب لن يكون معنيا بأي هامش من التوافق يريد أن يؤمن به الجبهة الداخلية اللبنانية على الأقل قبل أن يقرر أو قبل أن يذهب إلى تحديد خياراته فيما يخص التصعيد؟ من الواضح أنه هو حدد خياراته، يعني لو كان الحزب يريد أن يدخل مباشرة بعملية طوفان الأقصى يلي حدثت في غزة اللي كان دخل منذ البداية بشكل أقوى، هو يحاول أن يراعي قواعد ما يسمى قواعد الاشتباك اللي حددت من بعد حرب يوليو 2006. الحزب يريد أن يثبت وجهة نظره أنه هو يدعم حماس في غزة، ولكن لا يريد أن يأخذ البلد يعني البلد كله للحرب، والدليل أنه يعني أكثر من مرة كان قادر الحزب أنه يحدد خياره ويفوت بعملية الطوفان الأقصى، ولكن نحن قبل ما نتحدث عن الحزب انه الحزب هو فصيل ايراني، طبعا باعتراف امين عام الحزب هو فصيل ايراني، وايران لا تريد حاليا ان تدخل في الحرب الدائره لان ذلك سيتحول الى حرب شامله، وكلنا نحن يعني نشوف حملات الطائرات والاستعداد العسكري في المنطقه هو في اطار الردع. من هنا كل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون إلى لبنان من وزير الخارجية إلى قائد فيلق القدس هو في إطار البروباغندا الإعلامية والتي تجيدها طهران. طبعا يعني إيران عملت منذ البداية على التنصل من عملية طوفان الأقصى، حتى الهزمات التي تعرضت لها قواعد أمريكية في العراق وسوريا هي أيضا قالت لا علاقة لنا بتلك الحوادث، ولكن هي حزب الله كما تسميه درة تاجها ربما لحرب في حال هي تعرضت أراضي إيران لمعركة أو لهجوم. لذا حزب الله ستبقيه على قوته الردعية حاليا، ولن يكون هناك دخول حاسم أو دخول على يعني بطاقة. لكن الأمين العام للحزب انتظر 27 يوما تقريبا، الدوائر والمنصات الإعلامية المقربة من الحزب تنشر بعض الفيديوهات الترويجية والدعائية تحسبا لكلمة الأمين العام التي تبدو متأخرة في توقيتها، ما الذي يمكن أن يأتي به الأمين العام؟ وهذا ليس رجما بالغيب، لكن على الأقل تبعا للمحددات الإقليمية والداخلية، ومع مرور كل هذه المدة من العملية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما الذي يمكن أن يضعه الأمين العام للحزب؟ يعني ياتي كلام الامين ياتي كلام نصر الله حاليا بعدما يعني اصيبوا باحراج، هم محرجون يعني امام الجماهير العربيه التي حتى بمصر راينا مظاهرات خرجت وقالت اهجم يا نصر الله. في كل الدول العربيه كانوا يعني كان المتوقع من حزب الله، حتى قاده حماس قالوا يعني كان المتوقع من حزب الله حركة أكبر أو تعاون أكبر أو نشاط أكبر، عملا بمبدأ وحدة الساحات التي لطالما تغنى بها محور الممانعة أو محور المقاومة. لن يكون هناك دخول حاسم على الجبهات، أولا لأن الوضع البلد الاقتصاد اللبناني يعني الاقتصاد اللبناني منهار، ومجرد رؤية المشاهد التي تأتي من غزة كيف مسح يعني سويت غزة بالأرض، هذه مشاهد يعني ردعية إلى أبعد حدود لأي فصيل أو لأي حزب يريد أن يدخل لبنان في معركة. نحن لبنان يعني إذا نشب حريق لا نستطيع أن نحمد حريق، إذا يعني شتت الدنيا
بتطوف المناطق. نحن بلد منهار منذ سنوات ومنذ قبل 2019. إذن لكن سيدة سوسن، هو إذا أراد الحزب أن يقدم على خطوة فيها تغليب للمنطق العسكري وإزكاء لفلسفة وحدة الساحات، يتهم الحزب من جانب خصومه بأنه مراهق ولا يعلي اعتبارا للسيادة اللبنانية ولا للصالح اللبناني. إذا ما أظهر الحزب قدرا من التعقل ينتقد بأنه نقص على عقبيه ولم يقدم على الخطوة المرتبطة بنصرة سكان قطاع غزة ولا بإعمال مبدأ وحدة الساحات، هو منتقد في كل الأحوال، أليس كذلك؟ يعني ما حدا قال له للحزب يتصرف عن الدولة اللبنانية. لو أنه الحزب هو خاضع لسياسة الدولة اللبنانية وهو حزب لبناني منضوي مثل بقية الأحزاب الموجودة بلبنان، ما كان يتحمل هذه الانتقادات. يعني أقل ما يمكن أنه ينتقد الحزب هو من وضع نفسه في يعني في المواجهة. ربما البلد لا يريد حرب، ربما لبنان والسلطات اللبنانية والشعب اللبناني يريد أن يذهب إلى السلام. لكن سيدة سوسن، وكأن الحزب أتى يعني شيئا غريبا عن منهجية السياسة اللبنانية، هل هناك طرف أو تيار أو حزب داخل لبنان بمنأى عن العلاقات الإقليمية؟ هل هناك تيار له محددات وطنية لبنانية 100% يمكن على أساسها أن يحدد وجهته؟ يعني ما تعيد السؤال. حضرتك تقولي أن منطلقات الحزب هي بالأساس ليست منطلقات وطنية، وأنه لو كانت الأجندة أجندة لبنانية بامتياز لكان له أن يحدد طبيعة تحركاته. أنا أسأل حضرتك، هل الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية بعيدا عن حزب الله، بعيدة عن الارتباطات الإقليمية وليس لها ارتباطات أو أجندات متداخلة مع المجتمع الإقليمي أو الدولي؟ الكل له ارتباطات، هذه يعني هذه علاقات مع الدول، ولكن لا احد يقدم مصلحه الدوله التي يدفع لها او التي يعني يوجد علاقات بينه وبين هذا الحزب على المصلحه الوطنيه. يعني الحزب هو يقول دائما ويرفع رايه ويقول اكلنا ومعاشنا وانتمائنا هو لايران، اذا هو يعمل وفق اجنده ايرانيه. لن يعني ما حدا طلب منه لحزب الله انه هو يدعي او يقول او يتحدث باسم كامل الشعب اللبناني وياخذ الشعب ياخذ كامل الفصائل اللبنانيه، او خلينا نقول كامل المسؤولين او كامل يعني مكونات البلد الى حرب لا نقل لنا فيها ولا زمن. نحن اكيد ندعم القضية الفلسطينية، نحن نتعاطف مع ما يحصل في غزة، ولكن لن ندفع نحن في كل مرة يحدث أي شيء في المنطقة على لبنان أن يدفع فاتورة تدخلات حزب الله. أنتوني بلينكين في المنطقة، أنتوني بلينكين في إسرائيل، وكان قبل قليل في كلمة مشتركة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، وتبدو الأصوات الآتية من بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقول بأن هناك نوايا ما لطرح هدن إنسانية مؤقتة، دفع إسرائيل للتوقف عن الاعتداءات العشوائية والذهاب إلى بعض ربما محددات خفض التصعيد. هذا يأتي تزامنا مع كلمة مرتقبة للأمين العام للحزب. هل ترين حضرتك أن الظروف في هذا الإطار خدمت حزب الله وسيد حسن نصر الله أم لم تأتي في صالحه؟ يعني حتى الآن نحن لم نعرف وجهة المعركة وين بدأت تذهب. يعني لنعود لما قاله رئيس حركة سياسية بحماة معينانية، هو قال أنه قدم للوسطاء تصورا شاملا يشمل فتح مسار السياسه لاقامه دوله فلسطينيه مستقله وحق تقرير الفلسطينيين يتضمن صفقه لثلاث الاسرى. اذا يعني ماذا يتضح من هذا الموضوع؟ ان حماس تركت وحيده. يعني منذ البدايه بدا الموضوع وكانه تشويش على عمليه السلام التي كانت تجري في المنطقه، التي كانت تجري بقياده المملكه العربيه السعوديه. بدت طوفان الاقصى اتى بموعد، يعني ما في يعني مثل ما بيقول واحد، ما كان حدا متوقع انه يصير في حرب في غزه، ولكن يعني اخترعوا الوقت واخترعوا المناسبه وفاتوا على الحرب. يعني انا اقول لا، أنا لم أفهم هذه النقطة لو تكرمتي أستاذة سوسن. ما الذي قصدتيه بأنها أتت هذه العملية لتغطي على مسارات السلام التي كانت تمضي في المنطقة؟ نعم، لأنه هو قال هني أنا أتبع معطيات وأتبع ما قال إسماعيل هني، يقول في بداية عملية طوفان الأقصى، يقول نقول لكم الدول بما فيها الأشقاء العرب، هذا الكيان لا يستطيع أن يحمي نفسه أمام هؤلاء المقاتلين، لا يقدر أن يوفر لكم أمنا ولا حماية، وكل التطبيع والاعتراف بهذا الكيان لا يمكن أن يحسم هذا الصراع. إذا ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يعيدوا لفت الأنظار إلى ما يحدث في غزة، ولكن عن طريق الحرب، عن طريق
8000 ضحية ذهبت أو أكثر طبعاً، الأعداد كبيرة 9200 أو أكثر الآن. أوكي، أنا بعد ما عملت أبديت للأعداد يلي تسقط، عدا عن هذا أنت عملت غزة، أنت عملتها سويتها بالأرض. لكن هذا ما يقوله أصلاً بنيامين نتنياهو سيدة سوسن، هذا ما قاله نصاً، قال الفصائل الفلسطينية كانت تريد أن توقف مسارات السلام أو ما توصف بمسارات التطبيع مع إسرائيل، ما علاقة هذا بتلك يعني ماذا طلبت؟ إذا بدنا نعود ما طلبته السعودية، قالت السعودية أنها تريد نهج السلام العادل والشامل لقضية فلسطينية، ولطالما أكدت أن اعترافها بإسرائيل مرهون بتطبيق حل الدولتين وبتسوية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. يعني هي كانت راح تروح على هيدا الخط يلي عم بيطالب فيه هنية، وأقل بكثير، يعني هو عم بيحط شروط هلق حاليا أقل بكثير من ماذا كانت تطلبه المملكة السعودية. إذا لما وإسرائيل كما ترينها أظهرت نوايا أو قطعت خطوات فيما يخص مسار حل الدولتين؟ كان هناك مفاوضات ولم يعني كان هناك مفاوضات. ربما لو صارت المفاوضات كما كان يجب ان تسير، ربما وصلوا الى انه يجلس على الطاوله والتحدث في مسار دولتين. الان اين العالم من قرار او من حل الدولتين؟ اصبح العالم بعيد جدا عن هذا الأمر. وهو كان قريبا متى سيده سوسن؟ اذا كان هناك اصلا من يرى ان كل التصعيد الجاري هذا لانه مرتبط بانسداد الافق السياسي والادراك الفلسطينيين ان السعار الاستيطاني وابتلاع الاراضي اصلا التي كانت محتله عام 67 ينهي اي امل لتسويه سياسيه، انت تقولي ان هناك افقا كان حاضرا لتسويه سياسيه على اساس حل الدولتين. ربما يعني ولا مره في شيء مره انتظرت الفصائل الفلسطينيه ان ياخذ مسار السلم المسار السلمي او التجريات السياسيه مداها، ولا مره. في كل مره كانوا يوصلوا لمرحله ويصير في يعني حدث مثل اللي صار في غزه حاليا. انا برايي انه لو تركت الامور، طبعا هذا رايي خاص، لو تركت الامور كما كانت تسير، ربما كانوا وصلوا الى مرحله مفاوضات تنازلات، وكان هناك ضغط دولي على اسرائيل او ضغط امريكي، خلينا نقول كان في ضغط امريكي على اسرائيل لتسير بهذه المفاوضات. ولكن ايها افضل ان نقتل نصف شعب غزه، ان نحول غزه الى 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 مكان يعني خربه، وبعدين نطالب بهيدا هنية هو عم بيطالب فتح مسار سياسي؟ إذا لما لف يعني وكأن غزة كانت سويسرا قبل 7 أكتوبر، هي محاصرة وتدك صباح مساء ويعتقل فيها الناس بصورة عشوائية ولا مجال لخدمات صحية، يعني أنا لا أعلم أي صورة كنت ترسميها عن غزة سيدة سوسن. لا ما أنا طبعا عم برسم الصورة، هي الصورة الحقيقية، ولكن أي أفضل وضع قبل ولا وضع الآن؟ ولأنه لازم كل 10 سنين لازم نعمر غزة ونرجع ندمرها لما أنت بدك تدخل على الحرب، لما أنت تقرر أن تدخل إلى حرب إذا كنت قائد فعلا، لازم عليك أن تفكر في اليوم الثاني حتى لو ربحت المعركة، في اليوم الثاني على ماذا ستستيقظ. هذا هو المطلوب من اي قائد، ان كان عربي او ان كان اي قائد يخوض المعركه. ولكن لا يستطيع اسماعيل هنيه وكل وبقيه قاده حماس ان يجلسوا في قصورهم وينظروا في الحرب. نعم. ومن يعني ومن يموت في غزه هو المدني. طيب شكرا جزيلا لك من بيروت سوسن مهنا، الكاتبه والباحثه السياسيه، اشكرك شكرا جزيلا.